امبارح حقيقة قناة السويس نفت صحة المنشورات المتداولة عن التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها. إيه الحكاية بالظبط؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي يا بسنت. عايز اقول لك يا شاذلي ان احنا بدل ما بنحتفي بهيئه قناه السويس او بقناه السويس ان هي حققت ايرادات في يناير فقط اكتر من 800 مليون دولار، لا للاسف هيئه قناه السويس بتواجه شائعات كتير واللي بدورها نفت هذه الشائعات. اسئله كتيره جدا هيجاوبنا عليها الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس اللي موجود معانا عبر الهاتف دلوقتي. صباح الخير على حضرتك معالي الفريق، اهلا وسهلا. صباح الخير يا فندم، اهلا وسهلا. أنا ببارك لحضرتك طبعا على الإيرادات العالية جدا اللي حققتها هيئة قناة السويس في شهر يناير فقط وهي الأعلى في تاريخ القناة، لكن حابين نتكلم مع حضرتك على يمكن حقيقة المنشورات والشائعات اللي تم تداولها على بعض الحسابات الشخصية مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي، وده طبعا بشأن تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدمتها من خلال عقد امتياز مدته 99 سنة. تمام، فهمت. طبعا لا صحه طبعا، وعقد مزيف ويدل على افلاس اللي عاملينه واللي حتى مش معمول بطريقه احترافيه، واحنا بناكد للمصريين ومصر كلها ان كان السويس ملك ليهم بما يكفل الدستور، فاحنا بالتالي ما نقدرش ان احنا نعمل عقود او نتفق على إدارة قناة السويس من شركات أجنبية أو من أماكن أجنبية من غير ما يبقى الشعب المصري عارف، وده حتى هو بعيد عن خيالنا خالص، بعيد عن الخيال يعني إن إحنا نعمل حاجة كده. طب إحنا بندير كويس الحمد لله، وزي ما حضرتك قلت إن إحنا الشهر بس يناير حتى السنة دي عاملين زيادة حوالي 47% في الإيرادات، عاملين 802 مليون دولار. السنة اللي فاتت عاملين 8 مليار دولار، السنة اللي قبلها كان 6.3 مليون دولار، يعني إحنا قصدي إن إحنا في تقدم والاداره كويسه وماشيه كويس. حصل اكتر من حادثه يمكن بعد ايفر جيفن كمان تم التعامل معاهم بحرفيه من الموظفين وعمال الانقاذ الموجودين في الهيئه، يعني قصدي ما فيش ما يدعو حتى ان احنا نفكر حتى، او هو اصلا الموضوع ده مش موجود اساسا يعني. عظيم. سياده الفريق حضرتك ذكرت كلمه مهمه جدا، ان احنا ما ينفعش نكون بنعمل حاجه ايا كان ايه هي وما نعرفش الشعب المصري او المصريين ايه اللي بيتم بالظبط. حضرتك عارف طبعا ان الشعب المصري مرتبط ارتباط قوي جدا بقناه السويس، يمكن بخلاف اي مشروع اخر من المشروعات القوميه، لان هم اللي حفروها، اجدادهم هم اللي حفروها في القناه الاولى وفي القناه الثانيه لما احتاجنا تمويل يا دوب بس فتحنا الباب ولقينا الشعب المصري كله بيساهم في تمويل عمل القناه الجديده. تمام يا فندم، طبعا هو كلام حضرتك مظبوط ان احنا من 153 سنه اتحفرت قناه السويس في 10 سنين، وكان ربع الشعب المصري مشترك في الحفر وطواف والسوشيال منهم 120 الف واحد. وبعدين مرت بقى قناه السويس بتاريخ كبير من الحروب، وعشان نسبه سياده مصر على القناه من 56 من بعد تاميم قناه السويس، الحروب كلها كانت بتمر عبر سيناء وقناه السويس. فانا قصدي ان عمليه فعلا زي حضرتك بتقول القناه بتجري عند المصريين مجرى الدم يعني من الشرايين في الشرايين يعني. لكن احنا نقول ايه؟ نقول طب ايه اللي يخلي حاجه زي كده تظهر دلوقتي؟ انا بقول ان هو النجاحات دايما كل مكان ناجح او كل مكان في الدوله بيبقى ناجح بيحاول ان هم يشوهوه، بيحاولوا يصدروا دايما الياس للشعب المصري، وان احنا بالرغم ان دي هيئه كسبانه وتحقق نجاحات كل سنه، وكمان بيفكروا ان هم ياجروها ويفكروا ان هم يبيعوها ويفكروا ان هم يجيبوا حد يديرها. فانا بقول ان هو ايه، احنا كنا لسه اعلنين البيان اللي هو بتاع شهر يناير ده من يومين، بعديها على طول راح نازل عشان ما يسلبش فرصه للشعب المصري يعني. احنا نتوقع كده يا فندم ان مع كل بيان بيطلع بزياده معدل السفن مثلا اللي بتعبر القناه وكده نلاقي على طول شائعه بتطلع. تمام، صحيح يعني، صحيح فعلا هتلاقي كده يعني. فلا احنا نطمن المصريين، نطمن الشعب المصري، القناه بيديرها ناس مصريين ووطنيين، والمرشدين مصريين ووطنيين، والعمال المصريين ووطنيين، ولا يمكن ان احنا نسمح ان حد يقترب من قناه السويس. طب سياده الفريق حابين حضرتك تطمنا اكتر، مين المسؤول عن اداره وتشغيل وصيانه المرفق الملاحي لقناه السويس؟ هي قناه السويس كلهم مصريين، وانا بقول لك يعني كل العمال وموظفين ومهندسين ومرشدين وعمال الانقاذ والاداره وكل اللي موجود في هيئه قناه السويس كلهم مصريين. الكلام ده على فكره من 56 يعني ساعه تاميم قناه السويس هو بيديرها المصريين. فهنيجي احنا دلوقتي نجيب ندخل حد اجنبي يدير قناه السويس ويديرها ليه؟ كنا احنا ناجحين في ادارتها، او الدوله ناجحه في ادارتها، او بتحقق نجاحات، الدوله بتحقق نجاحات من خلال هذه المؤسسه، طب تتفرط فيها ليه يعني؟ طيب نتكلم مع حضرتك عن معدلات العبور والارباح خلال الفتره اللي فاتت. تمام يا فندم.
طبعا احنا الحمد لله يمكن برضو امبارح كان في عبور احدث سفينه حاويات في العالم، واحده من 11 سفينه عملاقه سفينه حاويات تبع شركه ايفر جرين، كان جاي من ماليزيا لهولندا، ودي طولها 400 متر وعرضها 60 متر وحمولتها 224 الف طن وعليها 24 الف حاويه. دي السفينه رقم 11 اول مره تعبر، كان في اخواتها كلهم 10 سفن كان عبروا قبل كده. كل ده يدل على الثقه اللي موجوده في قناه السويس وثقه المجتمع الملاحي، وان احنا بنجذب خطوط كمان جديده ما كانتش موجوده قبل كده، عشان كده الاعداد بتزيد. احنا الحمد لله الشهر يناير مثلا احنا في 2159 سفينه، بزياده حوالي 21% عن السنه، عن يناير السنه اللي فاتت. الحموله الصافيه 123 مليون طن، زياده 16% عن السنه اللي فاتت. والعائد بالدولار كان 802 مليون دولار، بزياده 47% عن العام السابق. طيب حابين نعرف من حضرتك المشروعات اللي بتتم في المجرى الملاحي. هو طبعا احنا يعني خلينا نقول ان من قناه السويس الجديده طبعا من ساعه ما افتتحت في 2015، وهي كانت السبب او باب الخير اللي اتفتح للقناه، ان التصنيف بتاعها يزداد، ان تبقى محط الانظار لكل التوكيلات الملاحيه والخطوط الملاحيه انها تعبر فيها. عدد السفن زاد، اتضاعف العدد. ويمكن برضو خلينا نقول ان احنا مش قناه السويس دي جديده، من 2014 بنقول ان هي ملهاش لازمه، وان فلوس المصريين هتضيع، وانها مش هتحقق نتائج، ودي عباره عن ترعه وكده وكلام من ده. طب احنا دلوقتي الارقام بتشرح نفسها وبتقول ان لا، قناه السويس لولا قناه السويس الجديده ما كناش حققنا الارقام دي، ما كناش حققنا 802 مليون دولار في يناير، ما كناش حققنا عدد السفن اللي عبرت السنه اللي فاتت 23853 سفينه، رقم مهول. الحمولات بتاعت السفن والغواص بتاعت السفن اللي كانتش تعبر في قناه السويس بقت بتعبر. فده اولا اول تطوير يمكن بعد التطويرات اللي قبل كده القديمه يعني، وكان طبعا مشروع عملاق للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، انه يبقى عنده النظره دي، انه يتم في سنه، لان لو قعدنا ثلاث سنين كان هيبقى العائد، كان هنقعد ثلاث سنين بندفع فلوس عشان نحفر القناه، وكان ساعتها بعد كده الفلوس التكلفه كانت هتزيد. لكن سنه واحده طبعا خلت العائد من اول يوم في افتتاح قناه السويس كان فيه عائد. بعد كده نيجي بعد كده ان احنا طبعا سياده الرئيس اول ما انا توليت قال لي هتعمل ايه في القناه، وايه المشاريع التطوير، وناوي تعمل ايه وبتاع. فانا كنت محضر طبعا الخطه الاستراتيجيه لقناه السويس من اول ما توليت في 2019، قلت ان احنا نطور المجرى الملاحي، نكمل استكمال تطوير المجرى الملاحي، مش هنوقف عند قناه السويس الجديده بس، لازم دايما يبقى في جديد بنعمله، ونطور الاسطول الهيئه. تطوير القطاع الجنوبي طبعا اللي احنا بنعمله دلوقتي اللي هم ال 40 كيلو، ده غير ان احنا بنحافظ على 66 قدم من الاعماق اللي موجوده من قناه السويس الجديده. فاحنا بنعمل 40 كيلو، بنعمل فيهم زياده او توسيع لجهه الشرق 40 متر، وبنزود العمق من 24 متر الى 27 متر، عشان ده هيزيد نسبة الملاحة أو التحسن في حركة الملاحة في الجزء اللي هو الصعب ده بنسبة 28%، ويزيد عدد السفن الموجودة في المجرى الملاحي 6 سفن، نتيجة إن إحنا في البحيرات المرة الصغرى بنعمل ازدواج، هيبقى في قناتين زي قناة السويس الجديدة، فيبقى 10 كيلو هيتضموا لل 72 كيلو، قناة السويس الجديدة ب 82 كيلو. فده مشروع إن شاء الله يخلص آخر السنة دي، إحنا شغالين فيه طبعا توجيه من سيادة الرئيس وبيتابعوا دايما. برضه ده من ضمن المشاريع اللي العملاء هيشعروا بتحسن ملاحه في الجزء اللي هو ال 40 كيلو في الجنوب دول من مدخل السويس. فاحنا دايما بنعمل خدمه، بنقدم خدمه جيده للعملاء، ودايما بنلبي طلباتهم واحتياجاتهم اللي دايما بيبعتوها لنا او بيقولوا لنا احنا عندنا في النقطه دي عايزين نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا. عظيم. سياده الفريق زي ما حضرتك ذكرت دلوقتي ان في الرئيس شخصيا مهتم بقناه السويس وانها تحقق اعلى ايرادات، وزي ما حضرتك ذكرت انه في 2019 كان في اجتماع ما الذي تحتاجه الهيئه لتطوير هيئه قناه السويس، فحضرتك قدمت الدراسه، وفي مداخلات سابقه حضرتك دايما كنت تقول ان اللي حضرتك بتطلبه سياده الرئيس بيوفر ضعف اللي حضرتك بتطلبه. عايزين نطمن على اسطول الكراكات والقاطرات ايضا. حقيقي كلام حضرتك مظبوط. احنا يمكن في اخر لقاء مع سياده الرئيس الشهر اللي فات انا كنت طالب ان يبقى ان احنا نعمل اربع قاطرات جداد. احنا كنا متفقين على 6 مع شركه جوانز الصينيه، في 2 منهم جم والثالثه جايه الشهر ده، وفي 3 هيتبنوا في ترسانه بورسعيد، فيبقى 6. كنت طالب انا كمان 4، فالرئيس قال لا خليهم 10. دي دايما يعني حاجه دايما لسياده الرئيس يعني بعكس التوقع، يعني دايما احنا لما كنا قبل كده نطلب حاجه يقول لك يخفضها شويه، سياده الرئيس يقول لك لا، قناه السويس الا قناه السويس، قناه كبيره، قناه عالميه، هيئه عالميه، لازم الامكانيات فيها والقدرات تكون على هذا المستوى. ف
فانت انت عايز 4، انت احتياجك ايه الفعل يعني؟ قلت له انا 10 سنين عاوز يعني 8، قال لي خليهم 10 على طول يبدا المشروع دلوقتي في 4 4 2. فهو سيادته دايما ما بيتاخرش علينا، وبعدين بعد كده بقى يتابعك انت عملت ايه؟ وصلت لايه؟ واتفقت على ايه؟ فلوس كام؟ دفعت ايه؟ وفضل ايه؟ طب المشروع ماشي تمام ولا مش ماشي في توقيتاته، ولا هيتنفذ في توقيتاته ولا مش هيتنفذ؟ فعلى طول المتابعه، انا عايز اقول ان هي متابعه تكاد تكون يوميه يعني لقناه السويس لدرجه اهميتها. وبرده حته تقول برضه هل احنا ممكن بعد كل ده ان احنا نفرض بقى قناه السويس؟ يعني الرئيس بنفسه بيتابع والشعب بنفسه بيتابع قناه السويس، ويبقى في ممكن يبقى في تفريط في قناه السويس؟ لا، فاحنا بنطور تطوير كبير في المجرى الملاحي، بنطور تطوير كبير في الاسطول. كراكات طبعا كنا لسه جايبين كراكتين، اكبر كراكتين في الشرق الاوسط موجودين. فالتطوير مستمر وهيفضل مستمر علشان دايما نلبي طلبات العملاء. سيادة الفريق، اخيرا بقى، يعني الشائعات دي للاسف بتاخد مساحه كبيره قوي بالذات على السوشيال ميديا، وحضرتك في الحقيقه ما بتتاخرش انك تطلع وترد على هذه الشائعات، لكن حابين نعرف لو في اجراءات قانونيه هيتم اتخاذ هذه اجراءات يعني ضد هذه الصفحات اللي بدورها بتضر اكيد، يعني مش عايزه اقول بتضر، اكيد ما بتضرش بقناه السويس، لكن ناس كثيره بتصدق هذه الشائعات في الاول وفي الاخر. هو طبعا عشان تصديق الشائعات دي، احنا على طول يمكن ما تاخرناش ونزلنا على طول منشور الاول ان احنا نكذب هذه الشائعات. يعني امبارح كان الجمعه، احنا ما تاخرناش ان احنا ننزل امبارح ورا المشروع على طول التكذيب. لكن حته الملاحقه القضائيه احنا مش هنسيبها طبعا، لان احنا معانا اسماء، هو اللي عارض الموضوع ده منزل اسماء منزل صور، فاحنا هنلاحق الموضوع ده مش عشان حاجه، عشان بس ما فيش حد تاني يفكر انه يبقى يقترب من قناه السويس يعني. وبرده تاني مره هنا انا يمكن قلتها في المنشور، لكن بنهيب بالشعب المصري انه يثق في قياداته، يثق في سياده الرئيس، ويثق في القيادات الموجوده الوطنيه الموجوده في مصر، وما يلتفتش غير للقنوات الشرعيه. يعني احنا نزلنا التجديد دوت، ومجلس الوزراء بعدين نزل نفس التجديد، ومفيش مش من مصلحتنا ان احنا نخبي حاجه، ومش هنعرف نخبي حاجه. فاحنا دايما هنقول لهم الحقائق عشان بس نبعد حته تصدير الاحباط اللي دايما هذه المنشورات او هذه الكلمات يعني تؤثر فيهم. لا، احنا الحمد لله احنا لسه بنقول لكم الحمد لله محققين نجاحات كبيره، الحمد لله. اكبر عائد بالدولار خلال شهر من شهور السنه، فالحمد لله. احدث سفن بتعبر في قناه السويس، واكبر سفن بتعبر في قناه السويس، والست الرئيس بنفسه متابع، فيعني الحمد لله احنا مطمنين الشعب المصري. اطمن على القناه بتاعتك، احنا موجودين عشان نحافظ عليها ونزيد العائد منها ونطورها كمان. كل الشكر ليك الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس، بشكرك يا فندم.